المحاضرة ديت أنا في رأيي إن هي من أسهل المحاضرات في الكورس ده، بس محتاجة منكم تدريب، يعني محتاجة منكم إن أنتوا تحلوا وتسألوا وتفكروا قبل ما تحلوا. المحاضرة دي العنوان بتاعها إيه؟ هي طبعاً الشابتر اللي احنا هنعمله دلوقتي هيبقى الشابتر الاخر قبل الاخراني اللي هو شابتر 6. شابتر 6 اللي احنا هنسميه ايه؟ شابتر 6 ده هنسميه الالكتريك سيركتس. يبقى دلوقتي جوه الجزء الثاني من المقرر اللي هو الالكترودينامكس، فهناخد دلوقتي الجزء الاولاني كان الالكتريك كارنت، تعرفنا على الالكتريك كارنت واومز لو وحلينا مسائل على الكلام ده وعندكم اسايمنت، والنهارده هنكتب الالكتريك سيركتس. يبقى هنخش بالالكتريك سيركتس. يبقى ده عنوان الشابتر. الشابتر ده هو في الكتاب بتاعك شابتر 27، في الكتاب بتاعك هنمشي فيه كل تفاصيله هناخده النهارده. تمام؟ الالكتريك سيركتس ده هو عباره عن نوعين. نوع هنسميه السمبل الكتريك سيركت، ونوع هنسميه المالتي الكتريك سيركت. يبقى في الاول خالص هنقول الانترودكشن ان احنا هنشتغل ايه؟ هنشتغل جزئين. الجزء الاولاني هتبقى عندنا two types of electric circuits احنا هناخدها. يبقى عندنا two types of electric circuits. لما اتكلم عن two types of electric circuits يبقى كل تايب ليه طريقة معينة، تمام؟ وهناخد نص المحاضرة في التايب الأولاني اللي هو السيمبل الكتريك سيركت ونعرفه ايه هو. نمرة واحد السيمبل او نقدر نسميه كمان سينجل الكتريك سيركت. ايه هو السنجل الكتريك سيركت؟ السنجل الكتريك سيركت ده عشان ابص كده على السيركت واقول دي سنجل الكتريك سيركت، يبقى بحدد فيها ان ايه؟ بيبقى عندي only one power supply. واحنا بنشتغل كمان الدي سي باور سبلاي، ده موضوع تاني للاسف. يبقى ده اللي احنا هنتكلم عنه في الاول، هنحط عنوان سيمبل الكتريك سيركت، وبعدين العنوان التاني مالتي، هيبقى مالتي لوب نسميه كذا دايره. الكتريك سيركت وواضح من هنا اذا كنت انا قلت السيمبل
أو السنجل ده اللي فيه 1 power supply هيبقى فيه ده هو التمالي more than 1 power supply يعني 2 كفاية 3 4 10 power supply يبقى ده ليه طريقة أخرى للحل multi loop more than 1 power supply يبقى حطينا الديفينيشن بتاع الحاجات اللي احنا هنشتغلها النهارده يبقى احنا اللي هنشتغل النهارده على الحاجتين دول يعني من غير ما اقول we will study in this chapter يبقى باين احنا هنتكلم عن ايه تمام نبتدي الشغل بتاعنا اذا كان ده الانترودكشن نبتدي الشغل بتاعنا ازاي ان احنا اولا السيركتس بتاعتنا هيبقى فيها ريزيستنس وباور سبلايز بس مش هنحط كاباسيتورز كمان مع ان احنا واخدين الجهاز ده هو واخدينه في الالكتروستاتكس ان احنا في الجزء الخاص بالالكتروداينامكس الناس منكم اللي هيخشوا في كهرباء هياخدوا اكتر من 2 كورسز على الالكتريك سيركتس ازاي يحلوا الالكتريك سيركتس اللي هتخش فيها بقى ايه الكاباسيتورز والريزيستورز وفي كومبوننتس ثانيه كتير قوي هتخش لو كان في الالكترونكس هيبقى في ترانزستور وفي ايه اجهزه اخرى هتخش في الالكتريك لو ابتدينا بقى نشتغل نبتدي نقول هنبتدي بالسنجل لوب وهنسميها سنجل اهي وازود عليها لوب كمان الكتريك سيركت وقلنا دهيت هيبقى فيها بس وان باور سبلاي هيبقى فيها وان باور سبلاي عشان ندرس الجزء ده هنقسمه النهار هنقسم الاول هنحاول نجيب ايه نشوف الريزيستنس بيبقوا في السيركتس ازاي ها من غير باور سبلاي او بباور سبلاي بوان في الحاله بتاعتنا دي هنقول بقى عندنا هنتكلم عن ريزيستنسز ان سيريز وعارفين احنا الكلام ده اخدناه من زمان من ثانوي وعارفين الكلام ده ودي مراجعه سريعه عليها عشان نشوف المسائل بتاعتنا ونحل ازاي وهنحل طبعا بطريقه ما اخدناهاش يعني ده اضافه لل احنا اخدناه في ثانوي دي الجامعه يبقى لو جينا نقول يا جماعه ان احنا عندنا لو عندنا ريزيستنس اهي ده ار 1 وادي ريزيستنس ثانيه ار 2 وادي ريزيستنس ثالثة ار 3 وكانوا متوصلين بالطريقة دي مع باور سبلاي اهو الباور سبلاي عندي الدايرة زي ما شفنا في حالة الالكتروستاتكس لما كان عندنا كاباسيتورز تمام الريزيستنس الأولانية هسميها ار 1 والريزيستنس الثانية ار 2 القيمة بتاعتها وار 3 القيمة بتاعت الريزيستنس وهنقول ان كان عندنا نوع فرق جهد على الريزيستنس الاولانية هسميه في واحد وفرق جهد على الريزيستنس الثانية هسميه في اثنين وفرق جهد على الريزيستنس الثالثة هسميه في ثلاثة تمام وكان عندي هنا اللي موجود الالكتريك كارنت. الالكتريك كارنت هنا احنا عارفين ان الكارنت اللي كان مار في الريزيستنس الاولانيه ده هسميه اي 1 هو نفسه هسميه اي 2 اللي في الريزيستنس الثانيه واي 3 اللي في الايه؟ في الريزيستنس الثالثه تمام؟ دي السيركت اللي المطلوب مني زي ما كنا طلبنا قبل كده
في التخصص ان انا اجيب الاكويفالنت ريزيستنس. ان انا اقول طيب لو كانت النقطه ده هي النقطه نمره ايه وده هي نقطه بي والنقطه دي اسميها سي والنقطه دي اسميها دي، يبقى بين A و D هحط ريزيستنس تكافئ التلاتة ريزيستنس دول اهي R اللي هي الإيكويفالنت ريزيستنس، وادي البطارية اللي كانت موجودة، وهقول هنا إن الفرق الجهد اللي كان موجود عندي كان هيبقى الكرنت الموجود هسميه I في الحالة ديت الإيكويفالنت كرنت، و فرق الجهد اللي كان موجود عندي هنا هسميه V اللي هو ايه؟ بين النقطة دي والنقطة دي اهو V. تمام؟ يبقى أنا دلوقتي عايز أجيب الـ equivalent R دي الـ equivalent دي. وعايز اجيب كمان ايه؟ اي اللي هو الايكويفالنت كارنت. فابتدي اقول هطبق اومز لو وابتدي اقول في الحاله دهيت ان عندي انا هنا اهو لان دول متوصلين على التوالي الكرنت اي هنا واحد بيساوي اي اثنين بيساوي اي ثلاثة وبيساوي اي في نفس الوقت كرنت كله. وعندي هنا الفولتج اللي كان موجود عندي كان في الإيكويفالنت ريزيستنس كان V هيساوي إيه بين نقطة A و B، يبقى V ده كله أهو هيساوي إيه؟ V واحد زائد V اتنين زائد V تلاتة، وسيمبلي في سطر واحد هنحل دهيت ونقدر نقول إن أنا من السيركت اللي عندي الإيكويفالنت سيركت أقدر أقول إن V تساوي I في R. وإن V1 تساوي I1 في R1، وإن V2 تساوي I2 في R2، وV3 تساوي I3 R3. من هنا قلنا I بتساوي I1 بتساوي I2 بتساوي I3، يبقى طلع كل دول يطلع لي الـ equivalent resistance R أهي، ودي المعادله الاولانيه بتاعتنا في الشابتر ده، بتساوي مجموع الريزيستنسز اللي موجودين على التوالي. يبقى دي المعادله الاولانيه اللي عندنا، واحنا عارفين الكلام ده من الثانوي. ده الاثبات، هيجي اثبات زي ده، انا زي ما قلت لك ما بجيبش اثباتات زي دي، وتبقى عارف لازم تبقى عارف ان الايكويفالنت ريزيستنس هتساوي ايه؟ مجموع الريزيستنس. تمام؟ وتبقى عارف برضو ان لو عندي R لو عايز اجيب I اقدر اقول equivalent current كمان، لو عايزين نسميها دي المعادلة رقم 2، ان I ال equivalent current اهو اللي انا كاتبه فوق هيساوي V اللي عندي على ايه؟ وV دي هي انا مديها لك بالباور سبلاي اللي انا حاطه على R، ودي هتبقى المعادلة الثانية عندنا اللي النهاردة هنستخدمها في حل المسائل. ده الجزء الايه؟ الأولاني السهل قوي في السيمبل لوب. الجزء الأصعب كتير قوي طبعًا لما أحل المالتيبل لوبس، لكن أنا دلوقتي خليني في السيمبل لوب، وقلنا ده الجزء الأولاني من ايه؟ من المحاضرة بتاعت النهاردة. لو جينا للجزء الثاني بقى اللي انا هقول ايه في السيمبل لوب دي، برضو لو عندي ريزيستنسز ان بارلل
واحنا عارفين الكلام ده وهثبتها برضو افكرك بالاثبات والاثبات ده بيفيدنا منطقي ويفيدنا. يبقى لو جينا نقول الجزء B ان ايه resistances in parallel لو عايز انا الريزيستنسز دول ان بارلل. طيب يبقى نعمل هنرسم السيركت ونعرف ازاي ان بارلل ان انا باخد طرفي الريزيستنس واوصلها بالريزيستنس الثانيه وبالريزيستنس الثالثه لان بيسالوني طلبه كتير اعرف ازاي اذا كان دول ان سيريز. ان سيريز الاقي ايه؟ ان بيمر فيهم نفس الكارت. يعني لو تخيلت هنا ان انا بدل ما كان عندي الكتريك كارنت كان عندي ماسوره وماشيه فيها ميه فاقدر اقول ماسوره كبيره وبعدين ماسوره ثانيه ده الريزيستنس الاولانيه كبيره ريزيستنس ثانيه اصغر شويه ماسوره ايه؟ اصغر شويه ماشي فيها نفس كميه الميه يبقى الكرنت واحد مش كده؟ ماسوره ثالثه وهكذا تمام؟ يبقى هنا ده اللي خلاني اقول ان انا عندي فرع واحد وماشي فيه الكرنت، الكرنت اللي هو حركه الكترونات طبعا واخدنا هذا الكلام تمام. طيب لو جينا نقول من هنا ان احنا عندنا ادي ايه؟ الريزيستنس الاولانيه اهي وصلتها بالريزيستنس الثانيه رحت واخد الطرفين ووصلتهم بالريزيستنس الثانيه اهي ووصلتهم بالريزيستنس الثالثه تمام؟ بحيث ان انا اقدر اقول ان انا هنا لو جيت حطيت الباور سبلاي هنا يبقى انا نفس فرق الجهد. يبقى انا دلوقتي عشان اعرف ان دول ان بارلل يبقى عندي فرق الجهد الاولاني اللي هو في واحد هو نفسه فرق الجهد الثاني اللي هو بي 2 هو نفسه فرق الجهد الثالث اللي هو بي 3 المطلوب مني زي ما عملت قبل كده في البارلل مطلوب مني ان انا اجيب ايه؟ الايكويفلنت ريزيستنس مش كده؟ اجمع دول كلهم في ريزيستنس واحده بالايه؟ بالبطاريه بتاعتي. الاحظ انا اللي كان عندي هنا كان عندي انا هنا تيار اي طالع من البطاريه جزء منه كان هيخش هنا ايوه وبعدين جزء تاني هيخش هنا جزء تالت هيخش هنا زي ايه لو عايز اعمل انالوجي بالميه زي ما يكون عندي تلات ادوار في عماره وعندي الميه بتخش على الدور الاولاني جزء من الميه بعدين في جزء تاني من الميه بيخش هنا جزء تالت من الميه بيخش هنا وبعدين ايه؟ بيتجمعوا تاني ويرجعوا تمام؟ يبقى هنا الكرنت اللي كان موجود عندي هيبقى اي والفولتج اللي كان موجود عندي هيبقى بي والاثبات في سطرين برضو مش هنعمله في اكتر من كده بي انا عندي هنا طبعا واضح ان اللي عندي هنا ان في كلها هتساوي في واحد هتساوي في اثنين هتساوي في ثلاثة وعندي الحاجة الواضحة برضو الثانية ان الكرنت الكلي جزء منه هيخش في الريزيستنس الأولانية وجزء ثاني في الريزيستنس الثانية وجزء ثالث في الريزيستنس الثالثة لو استخدمت اومز رو من هنا اقدر اقول ان في على ار بتساوي بي واحد على ار واحد زائد بي اتنين على ار اتنين زائد بي تلاتة على ار تلاتة تمام؟ وعندي بي واحد بيساوي بي اتنين بيساوي بي تلاتة اخيرهم مع بعض يبقى عرفنا المعادلة رقم تلاتة اهي بالنسبة لنا واحد على ار يساوي واحد على ار واحد زائد واحد على ار اتنين زائد واحد على ار تلاتة دي المعادلة رقم ثلاثة
وإذا كانوا تو ريزيسترز بس كنا هنقدر نكتبهم إن R بتساوي زي ما عملنا قبل كده R1 R2 على R1 R1 R2 على R1 زائد R2 ودي المعادلة رقم 4 تمام؟ وإن برضو لو كنت عايز أجيب I الإلكتريك كارنت هيساوي V كله على R ودي المعادلة رقم 5 لو كنت عايز أسميها. طبعا هتقول لي الكلام ده احنا عارفينه، اه طبعا انتوا عارفين الكلام ده، انا براجع عليه بسرعه قوي. دلوقتي هنخش بقى في حاجه انتوا ايه صعب بالنسبه لكم تغلطوا فيها كتير قوي في الامتحانات. ايه هي؟ لما يبقى عندي شويه ريزيستنس، شويه منهم ان سيريز وشويه منهم ان بارلل، ايه الغلطه الشائعه بتاعتكم؟ 50% من الطلبه بيغلطوا فيها ولغايه دلوقتي ولغايه الامتحان برضه هيغلطوا فيها. ما بيعرفوش ايه اللي هو على السيريس وايه اللي هو طيب. بيلخبطوا بينهم، طبعا النتيجة بتطلع ايه؟ خاطئة. تمام؟ وبحاسبهم على انهم ما عرفوش يحلوا المسألة. لو عايزين نشوف الكلام ده نشوفه بالتفصيل، نشوفه بالتفصيل. طب ناخد حاجة واضحة وتقدر تراجع عليها، مسألة محلولة في صفحتين في الكتاب. الكتاب بتاعك حال المسألة سهلة قوي فيها أربعة ريزيسترز بس وموصلهم لأربعة ريزيسترز وسيمبل لوب أو سينجل لوب وطالب منك شوية مطاليب هنشوف إيه المطاليب وحللها في صفحتين في الكتاب تمام؟ إحنا هنحلها إزاي؟ هنحلها بمنتهى السهولة لأنها مسألة سهلة. عمري ما بجيب أنا دمي أتقل شوية من الكتاب. من عمري ما هجيب أربعة، هجيب على الأقل ستة، على الأقل ستة ريزيستنس. ما ساعات بجيب سبعة، بجيب ثمانية، ووزعت. تمام؟ وأقول لك هات لي الإيكويفلنت ريزيستنس والإيكويفلنت كارنت وبعدين أطلب منك حاجات تانية. يبقى إحنا إيه؟ عرفنا أولاً إيه اللي هيجي في الامتحان؟ هيجي لك سيركت وأطلب منك الإيكويفلنت ريزيستنس. امتحاني أنا واضح. تمام؟ دي أطلب منك. سيركت ديت عمر ما تو سيركتس انا جبتهم في ال 12 سنه شكلهم زي بعض، اروح حاطط سيركتس من عندي. تمام؟ نشوف كتاب هو حاطط السيركت ديت ازاي. ونبتدي نحل المساله المحلوله في الكتاب، يبقى خلصنا الجزء الاولاني من المحاضره بتاعت النهارده اللي هي سيمبل او سنجل لوب او سنجل سيركت. المسألة ديت الأول هقول لك الصفحة بتاعتها وهقرا لك المسألة ما دام موجودة في كتاب مش هكتبها بس هقول لك هي موجودة في صفحة كام ومسألة كام. في صفحة 702 صفحة 702 في الكتاب مسألة نمرة 27 شابتر 27 مسألة نمرة 2 يبقى البروبلم 1 اللي عندنا النهاردة ده موجود في بيج 702 و هي مسألة محطوطة سقط 27 مسألة نمرة 2 لو جينا نحل المسألة ديت هنقراها الأول وبعدين نحل. مش معقول في بنت في كل المجموعة دي من ساعة ما قعدت بتتكلم بصوت هادي وواطي وبتاع بتتكلم لما يبقى عندنا مثلا حوالي 40 طالب وواحده بس اللي بتتكلم وعلى طول هي اللي بتتكلم اسكتي لو سمحت. طيب نشوف المسألة دي هقراها. بيقول لنا في المسألة دي الآتي
The electric circuit اللي هي shown in figure ورسمها لنا فيها resistance R1 ب 20 ohm, resistance R2 ب 20 ohm برضو, resistance R3 بتساوي 12 ohm, والresistance R4 بتساوي 30 ohm. لا الـ انا اسف, الاي ام اف هي اللي بتساوي 12 فولت, الريزيستنس ار 3 بتساوي 30 اوم, والريزيستنس ار 4 بتساوي 8. وقال لي هات لي الايكويفالنت ريزيستنس اوف ذا سيركت, ورسم لي سيركت اهي هنقلها فيها 4 ريزيستنس بس و 1 باور سبلاي بسنجل لوب. يبقى تتحل بالايه؟ بالطريقه السهله بتاعتنا. هنشوف ايه الريزيستنس ان سيريز وايه الريزيستنس ان بار. فقال لي اهي ار 1 اهي. وراح حاطط لي ار 2 كده. وحاطط لي ار 3 اهي. وراح حاطط لي ار 4 اهي. وحاطين لي الباور سبلاي هنا. باور سبلاي سماه اي مش الالكتروموتيف فورس باور سبلاي. وقال لي ان اي ده هو بيساوي اللي هو الالكتروموتيف فورس قوه الدفع الكهربائيه. قال لي ان هو 12 وقال لي ان ار 1 بتساوي 20 اوم, ار 2 بتساوي قدها 20 اوم, ار 3 بتساوي اظن 30 اوم, وار 4 بتساوي 8 اوم. وقال لي هات لي الايكويفلنت ريزيستنس, وبعدين قال لي هات لي الايكويفلنت كارنت كمان, وبعدين هيطلب منك حاجه كمان من الحاجات اللي انتوا ما بتعرفوش تجيبوها خالص اللي هي الكارنت في حته معينه من الداتا. عشان احل دي طبعا واضح ان انا هقول انا الاي ام اف بتاعتي بتطلع لي كارنت, الكارنت اللي هنا اسميه مثلا اي, هو بسميه اي واحد, ممكن نسميه اي واحد اللي هو اي ايكويفالنت كارنت كمان, وجزء منه هيروح هنا اسميه اي 2, وجزء منه هيروح هنا اسميه اي 3. يتجمعوا الاثنين دول اي 2 واي 3 ويخشوا يبقى اي. من غير ما اوضح الكلام ده مش هعرف احل المساله السهله قوي دي. تمام؟ بعد كده هروح جاي ولازم اعمل كده. اولا في الامتحان لازم اقسم الدايره على كراسة الإجابة. طيب الطلبة اللزاز اللي ما بيرسموش الدايرة وبيحلوا من ورقة الأسئلة ويحط على ورقة الأسئلة الكرنس بتاعه وحاجات من دي, أنا بديله صفر من الأول بيريحك, وإحنا متفقين إن لازم ترسم. تمام؟ أنت بتعمل إيه؟ وتبين. بعد كده بقول أنا السيركل دهيت أصبحت إيه؟ السيركت دي هعمل فيها ايه؟ فاسال اي واحد منكم نعمل ايه في السيركت دي عشان نبتدي نحلها؟ ايه اللي شايفينه ان سيريس وايه اللي شايفينه ان بار؟ انا شايف اثنين طيب ها ثلاثة واحد وثلاثة واربعة توالي. طب ما هو دي الغلطة الشيعة الكبيرة قوي بتاعتنا. ليه غلط يا ابني؟ لو عملت كده على طول. ليه غلط؟ لأن أنا بقول إن اللي على التوالي لازم يبقى مارر فيهم نفس الكارل. أنا كارنت المارر هنا أي، اللي كارل مارر هنا أي 2، ده أنا من الأول مقسم الكارنت إلى جزئين. تمام؟ يبقى إزاي توالي؟ تمام؟ واحد وأربعة واحد واربعة توالي.
فيهم نفس الكارت، ممكن تقول كده وتجمعهم من الاول. ها؟ وممكن نبتدي نعمل ايه؟ نشوف ايه التوازي الاول. ما احنا شايفين توازي. زي ما انت قلت دلوقتي، يبقى انت دلوقتي بتفكر صح، اثنين وثلاثه توازي، يبقى نبتدي نقول من هنا زي ما كنا بنعمل قبل كده. يبقى ادي اصبحت الدايره ار واحد اهي، ار هناخد كل دول ونجمعهم في ار، هسميها ايه؟ ار اثنين ثلاثه، مش كده؟ اكتب للي بيصحح لي كده. او اقدر اسميها ار داش، بس انا بفضل انك تكتب لي توضح لي ان انت اخدت اثنين وثلاثه وجمعتهم، تمام؟ وتقول لي على جنب هتجمعهم توالي ولا توازي. طيب يبقى من هنا اي، وبعدين كان فاضل هنا ايه؟ ار؟ لا مفيش اي حاجه هنا. طيب ماشي، وبعدين ايه؟ هكمل انا هنا، هيبقى عندي ار اربعه، مش كده ولا لا؟ وعندي الايه؟ البطاريه. يبقى انا هنا ار واحد ار اثنين ثلاثه دي اقول انهم عباره عن ايه؟ على التوالي، مش كده؟ على التوازي، انا اسف، على التوازي. يعني ايه؟ يعني ار واحد اللي هي 20 في ار اثنين اللي هي 20 برضو على انا كاتب ار 2 و3، انا اسف، ار 2 و3 يبقى ايه؟ 20 و30 صح؟ على 20 20 زائد 30 اللي هو ايه؟ مجموعهم 50، مش كده؟ يبقى من هنا نختصر بسهوله، هيبقى ايه؟ هيبقى 60 على 3 اللي هي فيها ايه؟ 20، مش كده؟ هتطلع 20. يبقى ار 2 3 جت ب 20، صح الكلام ده؟ 2 في 3 ب 12. ماشي طيب. يبقى طلعت ايه؟ 12. كويس. يبقى من هنا نقدر نقول ان انا عشان اجمع بقى، يبقى ارسم دايره كمان واحط في الدايره دي، هيبقى هنا في ار وهنا اي وهنا ار، عشان اجمع بعد كده وارسم دايره كمان هقول عندي ايه؟ اصبحت عندي ار واحد وار اثنين ثلاثه وار اربعه، دول كلهم على ايه؟ مش بيمر فيهم نفس الكرن؟ يبقى اقدر اقول ار واحد اثنين ثلاثه اربعه هيبقى بالطريقه ديت، هيبقى ايه؟ هنا كان 12، يبقى هنا ايه؟ 12 فولت. يبقى من هنا كنت هجمع دول، صح؟ هيبقى عندي ار واحد اثنين ثلاثه اربعه تساوي ار واحد اللي هي ايه؟ كانت ب 20، وار اثنين ثلاثة اللي هي كانت ب 12، وار اربعة اللي هي ب 8، يبقى ادي ايه؟ يبقى 20 و20، يبقى كله اصبح 40 اوم، مش كده؟ لا يعني لو عايز تجيب من هنا اي كارنت اللي موجود عندي اي كمان هيبقى في كله على ار اللي هي، وفي عدد كبير قوي من الطلبه عشان مهملين يكتب لي ان اي بتساوي في ار، يعني بيغير اوم زو، بيغير كل حاجه، بياخد صفر طبعا، بيغير القانون. يبقى ايه؟ يبقى انا هيبقى عندي 12 على 40، يبقى من هنا هيطلع لي ايه؟ يطلع لي على 4 فيها 3 0.3، مش كده؟ وامبير. اللي ممكن اطلبه منك انا كمان اقول لك طب هات لي اي 2، هات لي اي 2
عشان اجيب اي 2 لو حد يعرف يجيب لي اي 2 اجيبه ازاي؟ لو اجيبه على جنب هنا اهو امسح الحته دي واجيب اي 2 لو قال لي هات لي اي 2 اجيب اي 2 ازاي؟ اي 2 ليه؟ اقول ايه؟ عشان اجيب اي 2 هكتب الاول اي 2 بتساوي ايه؟ طيب اي 2 من الدايره ده هي يبقى اي 2 من هنا هتساوي لو سميت انا الفولتج اللي هنا في 2 مش كده؟ هقول يساوي في 2 على ار 2 مش كده؟ تمام؟ طيب اجيب في 2 ازاي؟ اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول من هنا ان انا عندي اقدر اقول ان ده لو سميت ده هو في واحد اهو وده سميته في ثلاثة برضو اهي يبقى اقدر كنت اقول ان في كلها كانت هتساوي في واحد زائد في اثنين زائد في ثلاثة طيب يبقى من هنا لو عايز اجيب اللي انا ما اعرفهاش في 2 اقول ده هتساوي في اللي انا اعرفها ناقص في 1 ناقص في 3 مش كده؟ صح؟ طب في 1 كنت هجيبه ازاي؟ هجيب الاي كلها اللي انا لسه جايبها اللي هي 12 من هنا ديت ناقص هتبقى اي اللي هي ايه؟ 0.3 لسه جايبها في ار واحد اللي كان ب 20 مش كده؟ ناقص في 3 اللي هو الاي كلها برضه 0.3 في في ار 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 4 بقى اهو مش كده؟ ار 4 في 3 ديت كانت الريزيستنس مسميها ار 4 يبقى ار 4 اللي هي كانت مدهالي 8 من هنا اقدر اجيب في 2 والله عرفت في 2 اقدر اقسمه على ار 2 واحسب صح ولا لا؟ تمام؟ طيب ايه اللي انا عايزه منك؟ عايزك تحسب لي دهيت طبعا دي سهله قوي وبعدين تحسب لي كمان اي 3 بتساوي كام؟ يبقى اساينمنت هتجيب لي ايه؟ هتجيب لي تحسب لي اي 3 سلم تمام؟ في الدايره دي تجيب لي اي 3 بسلم ايوه هو انا ليه ما عملتش ان اي 2 في ار 2 ايكوال اي 3 في ار 2 على طول؟ ممكن يعني هو لازم تفكري لو فكرتي صح وانت مفكره صح يبقى هتحلي صح تمام؟ ممكن تعمليها كده انا ما قلتش دي الطريقه الوحيده لازم افكر واشوف اقدر امشي على انهي سيركت تمام واحل يعني اقدر اقول من هنا اقدر احل من هنا اجيب دي سميتها في 1 ودي هي في 2 ودي هي في ايه في 3 افكر واحل من اي سيركت تمام طيب اقدر اقول من هنا ان الفولتج اللي هنا هو نفسه الفولتج اللي موجود هنا اذا كان ده في 2 يبقى ده كمان في 2 مش كده ولا لا تمام واقدر احسبه ان في 2 ده هو كنت هقدر اجيبه من ايه من ان هو عباره عن اي اللي عندي في ار 2 3 مش كده يبقى ده تفكير بقى صح ولا لا صح واخد بالك انا بعمل ايه فكري هتحلي صح. ايوه. 0.3 دهيت هتبقى في ار 4 مش كده؟ لان هي انا سميت ايه؟ انا قلت كل الفولتج اللي موجود هنا جزء منه من اهو في 1 ده في 2 وده في 3 صح ولا لا؟ في 3 عباره عن اي
كلها في R4، مش كده؟ R4 اللي هي كانت 8، صح ولا لا؟ تمام؟ لازم نبقى كيرفول وما نغلطش. صعب الكلام ده؟ هيجي لكم في الـ في الـ في الامتحان مساله زي دهيت، وعايزكم تتمرنوا. اديكم كمان اساينمنت تاني ان انتوا تحلوه على اساس تتمرنوا. طبعا في الشيت في مسائل كتير قوي موجوده على الكلام ده هتحلوه، تمام؟ انا كفايه عليا ان انا اديكم اساينمنت واحد، هديكم الاساينمنت ده وكفايه. نخش بقى في الجزء الثاني بتاع المحاضرة بتاعت النهاردة. ايه الجزء التاني؟ انا احنا ماشيين بسرعة قوي، هنخلص بسرعة ان شاء الله، وقلت لكم محاضرة سهلة. المحاضرة بقيتها بقى، الجزء التاني لازم تبقى فايق معايا وتفهم انا بعمل ايه. تمام؟ يبقى الجزء التاني من هنا هنشوفه دلوقتي مع بعض. برضو لو انا شغال بسرعه قوي، لان ده كان الجزء الاولاني كان انتوا عارفينه، فعشان كده اشتغلت بسرعه قوي. الجزء الثاني انه جزء انتوا اخدتوه في ثانوي، صحيح، بس هنحله بطريقتكم، تمام؟ لو كان عندي معي المالتي لوب الكتريكال سيركت، اللي هو جزء سميناه نمره 2 مالتي لوب، وده هنشوف ازاي نقدر. هو المالتي لوب انا قلت لك فيه اكتر من بطاريه، يبقى احط مثلا، وعاده ما بجيبش اكتر من كده، ثلاث بطاريات. ممكن اجيب اثنين، لكن عادة بجيب ثلاث بطاريات واحطهم في حتت مختلفة من السيركت. ازاي بقى؟ زي ما هوريك دلوقتي، ان انا هيبقى عندي اجيب لك بطارية اهي واسميها لك اي واحد، وبعدين كان في ريزيستنس هنا اسميها ار واحد، وبعدين احط هنا بطارية تانية اسميها اي اثنين، واحط ريزيستنس ثانيه اسميها ار 2، ممكن احط ريزيستنس هنا ار كمان عشان الخبطه دي، بس يبقى ار 3، واجي احط هنا كمان ايه؟ ريزيستنس ار 4، واحط بطاريه كمان هنا بالطريقه دي اسميها اي 3، وعشان الخبطك اكتر احط ريزيستنس هنا كمان ار 4. وبعدين اقول لك حل لي الالكتريكال سيركت. يعني ايه حل لي الالكتريكال سيركت؟ هقول لك سولف ذا فولوينج مالتي لوب الكتريكال سيركت. يعني ايه سولف؟ يعني طلع لي الكرنت اللي مر هنا بيساوي كام؟ R5 ماشي صح، R5 دول خمسة. بالظبط زي ما بيقول زميلك بكيشو. هل في طرق تانية؟ اه طبعا في طرق تانية انتوا هتشبعوا منها لو دخلت كهرباء. في طرق كتير قوي لحل السيركت دي غير طريقة كيشو، تمام؟ لكن هنا افترض ان انا عندي كارنت اي 1 وهنا عندي كارنت اي 2 اهو، عايز اجيب اي 2، وكارنت هنا اي 3 عايز اجيب اي 3 اهو. الاقي اي 3 هو نفسه اللي بيمر هنا، يبقى ده اي 3 اهو. والاقي هنا اي 2 واي 3 بيتجمعوا ويخشوا على البطاريه ثاني ويبقوا اي 1. تمام؟ ولازم
اوضح الكلام ده وانا بحل، يعني ارسم الكلام ده. هتقول لي طيب انا ليه حطيت الكرنتس في الاتجاهات دهيت؟ حطيت الكرنتس في الاتجاهات دهيت لسبب، ان انا رحت ايه؟ ما فكرتش كتير. هتقول لي طيب المفروض الكرنت اللي هنا هيطلع في الاتجاه، اقول لك احتمال، واحتمال انه يفضل في الاتجاه ده، فانا ما بفكرش. ليه؟ لان في برضه كرنت جاي له من الناحيه الثانيه من النهار، جاي له كرنت كده، تمام؟ طيب لو انا فارض الاتجاه بتاع الكرنت غلط هيطلع لي بالماينس، هيطلع لي سالب، ما غيرش فيه ولا اي حاجه، اكتب ان هو بيساوي ناقص مثلا 2.3 امبير ده الكرنت، يبقى معنى كده الناقص ده عكس الاتجاه اللي انا فرضه، تمام؟ يبقى انا دلوقتي مطلوب مني ان انا اجيب اي واحد سولف ذا سيركت. يعني ايه سولف؟ ما قلت لك يعني هات لي اي واحد بيساوي كام؟ واي اثنين بيساوي كام؟ واي ثلاثه بيساوي تمام؟ وزي ما قال زميلك لازم عشان نحل دول لازم نستخدم طريقه كيرشو. قبل ما نستخدم طريقه كيرشو يهمني ان انا امهد لنفسي عشان احل. يعني ايه امهد لنفسي؟ يعني هقول في الاول، هقول ايه؟ define the circuit. يعني ايه define the circuit؟ يعني ابتدي اقول ان اهو نمره واحد من اهو وانا بشتغل، يعني للتحضير define the multi loop circuit. يعني ايه define؟ يعني اقدر اسمي النقطه ديت نقطه نمره واحد، او اسميها نقطه نمره ايه؟ النقطة ده هي B، النقطة ده هي C. من غير ما اعمل كده مش هعرف احل D و E و F. يبقى أنا I define the circuit، تمام؟ بعد كده زي ما قلت إيه؟ هحط assume the directions of the currents، يبقى نمرة اتنين بعمله assume directions of the currents اللي هم اي واحد واي اثنين واي ثلاثة، وانا في نقطة على السيركت اي ديفاين ده، تمام؟ ممكن تديفاين ده في اتجاهات عكس الاتجاهات، شوية كده وشوية كده زي ما انت عايز، تمام؟ انا قلت ايه؟ اسيوم، مش كده؟ انا بفترض نمرة ثلاثة هوضح الاتجاه بتاع الـ EMF. الـ EMF ده فيكتور، الـ EMF ده فيكتور، والـ EMF ده فيكتور، والـ EMF ده فيكتور. يبقى احنا في الفيزيكس في حاجات كتير بنعتبرها فيكتورز، منهم الـ EMF. طب الفيكتور ده اتجاهه ازاي الـ EMF؟ وهعمله بالاخر اتجاهه جوه البطاريه من النيجاتيف للبوزيتيف. يبقى ده اتجاه اي 1، ده اتجاه اي 2، ده اتجاه اي 3. يبقى ده اتجاه اي 1 اهو، وده اتجاه اي 2، وده اتجاه اي 3. يبقى ايه؟ هقول هنا put the directions of the EMF وهحددها from negative to positive inside the vector. From
negative. Two positive inside the body. لو عملت كده يبقى انا مستعد ان انا احل المساله بتاعتي. اي واحد مش هيعمل كده مش هيعرف يحل المساله. لازم احدد انا هبتدي امهد لنفسي عشان ابتدي اشتغل اسولف احل. تمام؟ بعد كده اقول ايه؟ ابلاي كيرشوف رولز. يبقى بعد كده ابلاي كيرشوف. وكيرشوف ده راجل من 120 سنة حط طرق لحل المالتي لوب الكتريكال سيرفت. في غيره نورتن حط طريقة لطيفة برضه ما بناخدهاش، أصعب شوية في التفكير. تمام؟ في غيره. تمام؟ وأعداد كبير قوي من الناس العلماء حطوا طرق لحل الكتريكال سيرفت. تمام؟ هناخد احنا كيرشوف برضه لأن هي في الكتاب النهار مستخدم كيرشوف برضه. تمام؟ يبقى ايه؟ ابلاي كيرشوف. رولز، وبنسميها رولز ليه؟ حد يقدر يقول لي ليه ما سميتهاش لوز؟ ليه قلنا عليها رولز؟ اللي يعرف. ليه سميناها كيرشوف رولز مش كيرشوف لوز؟ مفيش ولا واحد يعرف الفرق بين لو والرول؟ ايه هو اللو؟ ايه الفرق بين اللو والرول؟ ايه الفرق؟ قول لي فرق ايه انجينير؟ بعد ما انت بترجمش قول لي فرق بالانجينير. دي منطق. اولا اللو لازم يبقى ليه اثبات. تمام؟ لكن الاخ كيرشوف ده حط رول. تمام؟ زي ما بقول ايه؟ زي ما قلنا او بسميه رول او قاعده. تمام؟ زي ما اخونا ارشميدس ايه حط قاعده ارشميدس، ما كانش عارف يثبتها، هي إيه اثباتها سهل اليومين دول نقدر نثبتها. تمام؟ لكن على ايامه هو من ايه 2500 سنه كان صعب قوي ان هو ايه او ما لقاش طريقه للاثبات، قال لك لا ده في قوه من اسفل لاعلى وبتاع بتخفف الوزن، واخد بالك؟ طيب اللي هي سميناها الابسراست وسميناها كنا في الكورس الاولاني البوينسي فورس وبتاع. هنا رول يعني ملهاش اثبات، كيرشوف ما عرفش يثبتها. تمام؟ حط رولز ولقى الرولز دي بتجيب له ارقام صح. تمام؟ يبقى ابلاي كيرشوف رولز. هما الرولز دول اثنين، نمره واحد اللي هو فيرست كيرشوف رول. ايه الفيرست كيرشوف رول؟ الفيرست كيرشوف رول ده فيري سيمبل. بيقول لك بختار اي نقطة في الدايرة اللي انا بسميها جانكشن. اي عقدة في الدايرة. واختار عقدة حلوة فيها كذا كرم. يعني مثلا ايه؟ فور جانكشن بي بالظبط. لو اخدت بي بيقول لي ايه؟ فور جانكشن بي. قال لي حط ايدك على بيدك. والجانكشن ديت متكونه من ثلاث اسلاك. قال لي الكنس اللي داخله جوه النقطه بي دهيت بتساوي الكنس اللي خارجه من النقطه بي. تمام؟ قال لي الرول بتقول ايه بقى؟ اي انترينج وانترينج جوه الجنكشن دهيت بتساوي او سيجما الايات كلها بتساوي سيجما الايات كلها اي او ايه جيتنج اوت اوف ذا لوب. لو جينا نبص من هنا هنلاقي ايه؟ حد يمليني هنلاقي اي واحد هي اللي داخل مش كده؟ ونلاقي ايه اللي خارج من النقطه دي؟ اي 2 واي 3 مش كده؟ يبقى اول حاجه قدر يستنتجها ان اي 1 عشان نقدر نجيب اي 1 واي 2 واي 3 العلاقه بين اي 1 واي 2 واي 3 ايه
ودي تبقى المعادلة رقم واحد بالنسبة لنا واحنا بنحل. تمام؟ بعد كده لو جيت اقول الرول الثانية ديت الفيرست رول، ايه السكند رول؟ قال فيها ايه؟ يبقى ناخد نمرة اتنين من هنا كيرشوف سكند رول، ايه بتقول لي ايه كيرشوف سكند؟ بتقول لي لازم اختار كلوز لوب، يبقى نا مش جنكشن ده فور كلوز لوب. ولو جيت ابص هنا هقدر الاقي عندي تو كلوز لوب، كلوز لوب الاولانيه ومنهاج. ايه الكلوز لوب اللي انتم شايفينها؟ كلوز لوب يعني دايره مقفوله، تراك بمشي فيه ومقفول، مش كده؟ اللي هو A B E F A، مش كده؟ A B E F A، يبقى دي كلوز لوب. اللي مش واخد باله يقول لي ايه اللي مش واخد باله؟ يبقى هو الرول الثانيه قال لي اختار كلوز لوب. قال لي ايه بقى؟ قال لي هنا ودي الطريقه اللي انا بحبك تحل بيها. قال لي ان مجموع الاي ام اف اللي موجوده في كلوز لوب ده ان ذا كلوز لوب هيبقى سيجما الاي ام اف اللي موجوده هتساوي سيجما الكرنتس في الريزيستنس اللي موجود. هتقول لي انا مش فاهم، اقول لك نبتدي نبص. ولازم هنا انا نسيت اقول حاجه مهمه قوي هنا في الاول خالص، هنا نسيت اقول حاجه مهمه قوي، نمره اربعه هنا، عشان احضر. اسيوم the positive direction is the anti-clockwise direction. اسيوم لازم احط ايه البوزيتيف وايه النيجاتيف. البوزيتيف دايركشن هي الانتي كلوكوايز، از ذا انتي كلوكوايز دايركشن. يعني بقول انا هنا لو اخدت اي كلوز لوب اللي ماشي بوزيتيف، ايه هو اللي ماشي بوزيتيف؟ لو كنت بلف تراك اعملها بالازرق مثلا، لو بلف تراك انتي كلوكوايز هنا اهو كده يبقى ده البوزيتيف. لو بلف كده، لو في اللوب الثانيه لو انا بلف انتي كلوك وايز كده يعني ضد عقرب الساعه، اي حاجه بتلف في الاتجاه العكسي تبقى نيجاتيف. يعني لو جيت ابص الكلوز لوب اللي انا اخترتها، الاي ام اف اللي عندي الاولانيه اي واحد بتلف كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز؟ لا، ازاي؟ تلف كلوك وايز، تلف مع عقرب ساعة، تلف كده. الانتي كلوك وايز اللي هو عكس عقرب ساعة، يبقى بتلف ازاي؟ نيجاتيف. يبقى أول حاجة هقول عليها نيجاتيف، واللي مش واخد باله هنشوفه مع بعض. يبقى نيجاتيف، هحط نيجاتيف. لو ما حطيتش نيجاتيف هتطير مني المسألة. طيب،
وبص في اي ام اف ثاني او في اي ام اف ثاني. طب الاي ام اف دي بتلف كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز؟ الاي ام اف اي 2 انتي مش كده؟ في بنت شافتها صح انتي يبقى بوست تمام. اللي مش واخد باله هقولها تاني. لو انا بلف انتي كلوك وايز انا اعتبرت كده الانتي كلوك وايز دايركشن هي البوزيتيف دايركشن. للاسف في الكتاب واحنا مهندسين تمام بناخد الانتي كلوك وايز دايركشن هي البوزيتيف. في الكتاب الراجل بتاع فيزيكس هو معتبر الكلوك وايز دايركشن هي البوزيتيف. هل تتحل؟ اه طبعا تتحل ونفس النتيجه نفس النتيجه مفيش مشكله تمام. لان انتوا هتاخدوا انتوا في هندسه انا هتاخدوا كورسات وخصوصا لو دخلتوا كهرباء يبقى الانتي كلوك وايز بنعتبرها تمام البوست. يا من هنا ده بيلف مع عقرب الساعه اي واحد يبقى ايه نيجاتيف اهو حاطين. وده بيلف مع عقرب الساعه اعتبرته بوست. نفس الحكايه بالنسبه للكرنت. ابص للكرنت الاولاني الاقي انا عندي اي واحد في ار واحد ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ كويس نبص صح. نبص مع زميلك شافه صح واضح انه بيلف ده مع عقرب الساعه مش كده؟ طيب وبعد كده اي اتنين ده هو في ار اتنين نيجاتيف برضه يبقى نيجاتيف برضه واخد بالي احط النيجاتيف ما انساش. واي هنا اهو اي ده هي برضه في ار 3 نيجاتيف برضه. اي كنت مسميها ايه؟ اي واحد دي كنت مسميها اي واحد. اي واحد في ار 3. يبقى دي معادله. المعادله بين ايه؟ بين دي المعادله رقم 2 بين واضح من هنا عندي اي انا بديك عاده الاي ام اف هقول لك الاولانيه 12 فولت والثانيه 4 فولت وبتاع هديك واديك الريزيستنس. يبقى هنا هو ايه معادله فيها مجهولين اي 1 واي 2 صح؟ صح؟ يبقى هنا انا عندي دلوقتي معادله فيها اي 1 واي 2 واي 3 ومعادله فيها اي 1 واي 2 يبقى ناقص عشان هما ثلاث مجاهيل ناقص معادله كمان يبقى لازم اخد ايه بقى؟ يبقى 4 اللي هو اللوب الثاني بالظبط كده زي ما بيقول زميلك هو استنتج صح. هل في طريقه ثانيه لحل المساله دي؟ لا. طبعا الطلبه اللي ما جوش النهارده ده عددهم كبير حوالي 40 طالب. عشان يحلوا المساله دي هيحلوها ازاي؟ هيجمعوا الريزيستنس ويجمعوا ويمكن ما يرسمش الدايره من الاول هياخد صفر 100% واخد بالك؟ ليه؟ لانك انت لما تقعد معايا تشوف طريقتي وانا بقول ايه تمام؟ عشان تحل. ما ينفعش تقعد في البيت واخد بالك؟ وايه؟ و تبتدي تحل هتحل كله غلط. لو قريت من الكتاب يا ريت ان انتوا تقدروا تقروا من الكتاب لان انا المحاضره بتاعت النهارده موجوده على 1015 صفحه في الكتاب فانا ملخص قوي الكتاب لان انا ما دخلتش في تفاصيل التفاصيل تمام؟ اللي هي موجوده في الكتاب مفيده ولذيذه بس بالنسبه لايه؟ مش لانجينير، انجينير بيحل مسائل تمام؟ راجل اللي هيتعلم فيزيكس ولا حاجه يقرا تمام؟ واي قرايه طبعا هتستفيد منها. طيب وده عشان اقول برضو اهميه انك تحضر المحاضره وطبعا اللي حضروا انا يعني ايه مبسوط منهم لان البنت الوحيده اللي كانت تتكلم في المجموعه كلها بطلت تتكلم خالص ها من ساعه ما قلت لها بطلي كلام خالص ما نطقتش يعني حاجه لطيفه برضو سمعت كلام. طيب ماشي كانت قبل ما اقول لها كانت يعني منطلقه يعني انتوا يعني ما نسيتش ابدا انها ناطقه يعني وانا انتوا عارفين الباقي بقيت انا بقولها ازاي. طيب
ماشي. يبقى ندور على زي ما بيقول سنيلك هنا اهو، اعمل ايه؟ نمره 2 هاخد ايه؟ كلوز لوب الثانيه بالظبط كده، وهلعب بنفس الطريقه وهسميها، ولازم اسمي للي بيصحح لي ان انا اخدت اللوب ده، لان كان في واحد ممكن ايه؟ ياخد اللوب الكبيره دي، ما دي كلوز لوب برضه، وكانت هتدي له نفس النتيجه، تمام؟ لكن ايه؟ لوب كبيره قوي، انا اخد اللوب الصغيره ديت اللي هي بي سي دي اي، مش كده؟ بي، مش كده؟ عشان اقول كلوز، يبقى برجع لنفس النقطه دي، تمام؟ يبقى من هنا هقول الكلام اللي قاله كيرشوف، ان هو سيجما الاي ام اف بيساوي سيجما الكرنس اللي موجوده في اللوب، ان ذا لوب. يبقى مش هدور حاجه بره اللوب، يبقى جوه اللوب. اقول من هنا ان انا اعرف الاي ام اف اللي عندي هنا، الاي ام اف دي بتلف مع عقرب الساعه. طيب يبقى في الحاله اللي هي في اي 2 في الحاله دي كانت مع عقرب الساعة يعني نجحت، صح؟ طيب وإي 3 كانت بتلف أنتي بالظبط زي ما بتقول زمان، يبقى إيه؟ بوستيف أهي، تمام؟ بعد كده هتساوي الكارنت، الكارنت اللي عندي الأولاني أي 3 أر 4 ده نجحت، وبعدين عندي اي 3 ار 5 برضه نيجاتيف، وبعدين عندي بالظبط كده انا هنا ايه دهوت اي 2 دهوت بيلف ايه انتي كلوك وايز، يبقى اي 2 اهو في ار 2 ار هنا ايه اي 2، يبقى دي معادلة فيها اي 3 واي 2، يبقى انا هاخد المعادلات دول واحلهم مع بعض. هتقول لي اقدر احلهم بالكالكوليتر؟ احلهم باي طريقه وطلع لي اي 1 واي 2 واي 3. طيب عشان برضو اساعدكم هكمل انا دهيت شويه واديها لكم اساينمنت، هكمل واديها لكم اساينمنت. يبقى اسايمنت اللي بعد كده اهو هنا ده تكملوها اسايمنت، تمام؟ يبقى الاسايمنت ده هنعمل ايه؟ قال لك افرض هنا ان ار مديني هنا ار 1 بتساوي 1 اوم بالسهوله، ار 2 بتساوي 2 اوم، ار 3 بتساوي 3 اوم، عشان ما نزودش العملية ار 4 بتساوي 1 اوم برضو، وار 5 بتساوي 2 اوم. واداني هنا قال لي الاي ام اف الاولانية بتساوي 10 فولت، والاي ام اف الثانية بتساوي 12 فولت، والاي ام اف الثالثة بتساوي مثلا 14 فولت. أي حاجة. تمام؟ اديتكم ده وطلبت منك قلت لك جيب لي أي 1 وأي 2 وأي 3. يبقى من هنا هبتدي أنا أحل. أمسح الكلام اللي موجود على التختة وأبتدي أحل. هنقول من هنا إن إي 1 ده هي كان مديها لي؟ إي 1 كان ب 10. وإي 2 كانت بكام؟ ب 12. يبقى الفرق بينهم هيبقى ايه؟ الاثنين يبقى اللي هنا كان هيبقى عندي 2 فولت. مش كده ولا لا؟ في حاجه غلط عندي؟ انا بعوض، تمام؟ بعد كده ناقص اي 1 في ار 1، ار 1 كانت ب 1. يبقى في 1 مش كده؟ ناقص اي 2 في ار 2، ار 2 كان ب 2 يبقى 2 اهي، ناقص اي 1
في R3 R3 كان ب 3 مش كده؟ يبقى اقدر اقول من هنا ان انا لو جمعت الاثنين دول هيبقى عندي ناقص وناقص هيبقى عندي ناقص هي 2 بتساوي ناقص 4 اي 1 ايه؟ ناقص 2 اي 2 مش كده؟ اقدر اختصر على 2 كمان عشان تبقى العمليه سهله 2 هيبقى 2 وما فيه تمام؟ طيب يبقى دي اصبحت معادله بين اي 1 واي 2 صح؟ طيب اهي العب في نفس الحكايه اللي في المعادله الثانيه هيبقى عندي معادله بين اي 1 واي 2 هنا انا قلت ايه؟ اي 2 ب 12 واللي هي ب 14 يبقى برضه كان هيديني 2 هنا صح؟ 2 هنا وهنا هيبقى اي 4 انا اخدتها ار 4 ب 1 يبقى ايه؟ ناقص اي 3 وعندي هنا ار 5 ب 2 يبقى ناقص 2 اي 3 واللي هي اي 2 ار 2 بكام؟ 2 يبقى زائد 2 اي 2 مش كده؟ ده هي هختصر ده هي هتبقى ايه؟ هتبقى 2 ناقص اي 3 وناقص اي 3 ناقص 3 اي 3 زائد 2 اي 2 ودي اصبحت معادله ثانيه بين اي 2 واي 3 صح؟ عادة أنا بحب برضه عشان أريح أحب أحلها إزاي؟ طب ما أنا دي معادلة بين إيه؟ بين أي 1 وأي 2 ودي معادلة بين أي 2 وأي 3 طب ما أنا أشيل أي 3 أحطها بدلالة إيه؟ من المعادلة دي أي 3 هنا كانت هتساوي أي 1 ناقص أي 2 يبقى كنت ممكن أشيل من هنا فاهمين يا اولاد انا بعمل ايه؟ أيوة. انا بشيل اي 3 واكتب بدلها اي 1 ناقص اي 2 زائد 2 اي 2 يبقى اصبح عندي انا ايه؟ معادلتين فيهم اي 1 واي 2 حلهم مع بعض مش كده؟ باي طريقه حلهم مع بعض مش كده؟ اشيل احط اي 1 من هنا اجيبها واعوض بيها هنا اهو هيبقى اي 2 دي بس اجيب اي 2 بعدين اجيب اي 1 وهكذا تمام؟ هتقول لي طويل اه طبعا هتقول لي طب بس انا عندي جينات الكسل انا مصري والمصري ده عنده جينات ما تحلش خلاص انت الجينات بتاعتك متغلبه عليك عايز تقاوم الجينات دي وتحل المساله هتاخد من بيتك لغايه الان يعني مسألة زي دي يجيب عليها أربع نمر خمس نمر لو أنت كتبت لي ثلاث معادلات هتاخد اثنين من خمسة لأن الباقي ده كتير قوي عشان تقعد تحل أنا عارف إن لازم تكون بذلت مجهود أيوه ها ممكن على الكالكوليتر أنا ما قلتش إنها حلها على الكالكوليتر حل ثلاث معادلات على الكالكوليتر وتطلع لي أي واحد أي اثنين أي ثلاثة تمام بس ده يبقى حل لوحده منين ما اقعد بقى حلو حلو اللي يعرف يحسبها يعني ما دام عندك انت فاسيلتيز مديها لك لو انت عارف على الكالكوليتر ازاي تقدر تحسب عندك ثلاث معادلات فيهم ثلاث نجاحيه وازاي تحسبها يبقى احلها على الكالكوليتر لا انا مش هطلب منك أنا انت مهندس انا اطلب منك الحل مش ما تقوليش حليت ازاي زي ما زميلتك بتقول لي انا ممكن كنت احل بطريقه ثانيه اه احل بطريقه ثانيه بس طالما صح تمام معادله المحاضره بتاعت النهارده متهيألي انها سهله بس محتاجه ان انتوا تبذلوا مجهود الاسبوع الجاي عندكم امتحان بالتوفيق وربنا يكرمكم يا رب